ان شاء الله باذن الله في 30/6 هنبقى احنا جاهزين من قبلها باسبوع للافتتاح والتشغيل، وطبقا طبعا بقى لتوجيهات سياده الرئيس والخارطه السياسيه نبقى جاهزين ان شاء الله نشغل القطار، وتبقى اول وسيله مواصلات نقل جماعي كهربي بتعمل لصالح العاصمه الاداريه الجديده. هتطلع من عدلي منصور الى العاصمه الاداريه الجديده. العاصمه الاداريه الجديده نهايتها محطه العاصمه مسمينها العاصمه 2 او مدينه الفنون. نعم. هيبقى فيها معلش يمكن الصور اللي حضرتك بتعرض صور قديمه شويه. الموقف المحطات احسن من كده بكتير جدا، 98% والارصفه وكل المناطق اللي قدامها دي اترصفت وخلصت. نعم. كامله بالكامل يعني. نعم. المحطه النهائيه بتاعه العاصمه 2 دي هيبقى فيها محطه تبادليه بين ال ار تي ده وبين المونوريل. المحطة عدلي منصور المحطة العبقرية، أول محطة تبادلية في مصر إن شاء الله. وأنا بدعي سيادتك وكل الإعلاميين يصوروا ويروحوا يشوفوا المحطات دي بتتعمل على أعلى مستوى، والقطر نفسه يركبوا ويشوفوا القطر ماشي إزاي. عدلي منصور دي فيها ثلاث وسائل قطارات، لو قلنا دول قطارات بقى ال ار تي ده بيطلع منها. الخط الثالث اللي حضرتك شرفتنا في افتتاحه في أغسطس بينتهي في عدلي منصور. قطار السويس اهو المترو اهو المترو داخل فيها علوي. نعم. والال ار تي سفلي. ومش عارف القطر فين. وبره البي ار تي اللي الاتوبيس الترددي اللي بيجري على الدايري دي محطه عدلي منصور. بسم الله ما شاء الله حاجه اهو. بنحط الونش بقى بيعلق في اليوفط وبينظف وبيعمل. نعم. وبنفنش في المحطه. ان شاء الله تبقى جاهزه للتشغيل تماما باذن الله قبل نهايه شهر 6 هي كل المحطات والقطار اتجرب. محطة عملاقة، محطة جميلة فيها ست وسائل مواصلات، فيها اتوبيس تردد رايح المطار، حاجة بسم الله ما شاء الله تليق بمصر والمصريين. النقلة للقطار الكهربائي اللي ارتيه سيادة الوزير للناس، وحتى زي ما بقول كده بدأنا نحدد سعر التذكرة ولا لسه بصراحة؟ والله حددناها يعني مبدئيا، بس استنى شوية لان احنا طبعا معانا مشغل. معانا مشغل عالمي. احنا بنحاول دلوقتي استاذ احمد. نعم. احنا وده اللي بيتم دلوقتي في ال ار تي، واللي بيتم في القطر السريع اللي احنا لسه بننشئه، عشان اقول لحضرتك قد ايه اقتصاد مصر فيه ثقه كبيره جدا. ما تسمعش كل الكلام ده. اقتصاد مصر فيه ثقه كبيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك الدي بي الدوت شابان وعلى مسؤوليتي وهم جاهز الكلام ده لسه لم يعلن. الدوت شابان سكك حديد المانيا تقدمت لنا بعرض رسمي مكتوب لإدارة وتشغيل شبكة القطار السريع. شبكة القطار السريع بأسلوب جديد احنا عايزينه. احنا ما فرضناهوش على الناس، لا احنا عايزينه. اللي هو السخنة العالمين اكتوبر الصعيد. بالظبط كده. الشبكة دي كل الدنيا بتدير بحاجة اسمها الكوست بلس. كوست تكلفة التشغيل وياخد عليها كمان نسبة. والدولة صاحبة الاصل او صاحبة القطر تحدد يا سعر التذكرة. احنا جينا قلنا لهم لا. انت هتحدد سعر التذكرة برضو بالتنسيق معانا. بس هدي لك حق استغلال الاعلانات، وهدي لك حق استغلال المحطات التجاري، وهدي لك حق استغلال البراكنج اللي بره. وانت تصرف على القطر وتشغل ومرتبات وكهرباء ووقود وصيانة وكل حاجة، وتسدد لي ثمن القطر ده على 20 سنة وتكسبني. ما عادش حاجه بقى اسمها كوست بلس. طب الدوله تشيل كل حاجه؟ لا، الدوله مش هتشيل. انا عامل اصل جديد، عامل قطر حاجه منوره، حاجه جميله، كهرباء وجديده. اهو ده اهو. انا بشكر الناس بتوع الاعداد بتوع حضرتك. طب. جابوا محطات القطر السريع اهو. نعم. محطات القطر السريع اللي احنا بدانا نشتغل مباشره ثاني يوم ما اتفقنا مع شركه سيمنز. ثاني يوم كنا بنشتغل في السكوب او في نطاق العمل بتاع الشركات المصريه. نعم. من جسور لمحطات كله. نعم. المصريين بسم الله ما شاء الله. والله العظيم انا بقول لحياتك من المره الثانيه انا سعيد ان انا عايش في هذه الفتره وبشوف الحاجات دي بتتعمل بايادي المصريين المحترمين الشرفاء اللي بيحبوا بلدهم.